مرحبا بكم، استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر دسمان مساء اليوم، معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي وكبار القادة في الحرس الوطني، حيث أقام سمو رعاه الله مأدبة إفطار على شرفهم.